هذا السؤال يقول: يقول السائل: زوجتي عادتها الشهرية 7 أيام ولم تزد أبدا عن ذلك، لكن في هذا الشهر تقدم الدم 3 أيام عن موعد الشهر الماضي، والآن الدم مستمر منذ 16 يوما، وفي كل 7 أيام يقل كأنه سينتهي، فإذا أدخلت خرقة خرجت مليئة بالدم ثم ينزل بغزارة، وهي الآن محرمة وفي كرب شديد وتبكي وتخشى أن يكون هذا غضب من الله أن حرمها فضل هذه العمرة، فماذا نفعل، علما بأن الطبيبة قالت إن بعد 10 أيام يكون استحاضة، فهل تقضي الصلوات بعد الأيام 10 أم بعد الأيام 7 أم تنتظر حتى يأتي أمر الله؟ نعم، الحيض يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر، هذا شيء معروف، لكن ما يزيد عن 15 يوم، فإذا زاد عن 15 يوم تغتسل وتضع شيء، أول شيء تستنجي وتنظف المكان وتضع شيء على فرجها يمنع تسرب الخارج، ثم تتوضأ ثم تغتسل الاغتسال الكامل، ثم تتوضأ وتطوف وتسعى، ما في بأس، لأنها خرجت عن الحيض. أكثر الحيض 15 يوم، فما زاد فهو ليس بحيض، وإنما هو دم فساد واستحاضة. نعم.